بصراحة أنا من يوم ما حضرتك جبتيها كنت متصور إننا لا هنلحقها ولا هنلحق الجنين، إنما اللي حصل ده معجزة. الحمد لله، الحمد لله يا دكتور. ما هي غلبانة، وبعدين في الأول وفي الآخر ملزمة مني. أنا كنت عايزة أسأل حياتك سؤال يا دكتور. التسمم والنزيف اللي حصل ده أثروا على الجنين؟ في الحالة دي يا إما يقوموا منها يا إما لا يا هاني، مفيش حاجة في النص. وبعدين الاتنين بخير، هي بس محتاجة راحة جسدية ونفسية وغذاء كتير اليومين اللي جايين دول. وانا كل مرة حاجة الاقيك هنا يا امين ولا ايه؟ صباح الخير يا صباح النور يا امين. ست سكينة وزميلنا في الاوتيل بعتين زيارة الورد، قول لهم ما يقلقوش اهي راجع لهم. انا هكتب لها على شوية مقويات وامضي لها اذن خروج النهارده. خدني معاك يا دكتور، ادفع حساب المستشفى. اتفضلي يا حلو. هتخرجي النهارده؟ تحت المطعم؟ لا، ما انا باكل اهو. تسلم ايدك. ما تخشي تلبسي يا امان، ميعاد المحامي جه وزمان حماتك مستنياكي تحت. انا هكلم ماما اشوفها رجعت ولا لسه. ما انا كلمتها وما ردتش. وبعدين انت مالك ومال ماما؟ ما هي راحت تزور والدة في المستشفى وزمانها رجع. ما هي كانت عايزه تيجي معانا عند المحامي وبعدين نطمن منها على اخبار البنت بالمره. انا مش فاهمه ايه اهتمامكم بصحه ورد دي. ماما تروح تاخد لها اوضه وتروح تزورها كل يوم والتاني؟ من امتى يعني حال الموظفين الاوتيل اللي انتوا مهتمين بيه قوي؟ اذا كان اهتمامي انا بيهم كان بيستفزكم. الو؟ ايوه يا طنط عنيت. حاضر، نازله لحضرتك حالا. ادخل. حضرتك اتاخرتي كده ليه؟ عبال ما خلصت اجراءات خروج البنت من المستشفى وعديت كمان جبت لها شويه ادويه. هي بقت كويسه؟ كويس. طب وال حل التسمم حد يا حبيبتي؟ انت لسه ما غيرتيش لبسك؟ حماتك قاعده مستنياكي تحت مش رايحين المحامي؟ هو حضرتك مش جايه معانا؟ لا. يلا قبل ما تسمعي لك كلمتين بايخين. روحي انت يا نازلي مع ماما عشان عايزه البس. ليه مكسوفه تغيري قدامي؟ نازلي زاهد باشا ومراته وبنته تحت، يلا معايا علشان نسلم عليهم. ورد، الدواء يتاخد في مواعيده وانا احتياطي هعدي عليك اتاكد انك خدتيه. انا حفظت مواعيده خالص. ركز في شغلك انت يا امين، انا بقيت كويسه وكفايه قوي اللي انت عملته معايا لحد دلوقتي. يا
الحمد لله انك بقيتي كويسة. عشان انت لما بتبقي كويسة انا ببقى كويس. في اي حد عارف حاجة عن موضوع الحمل ده؟ لا هيعرفوا منين؟ هم عارفين انها حالة تسمم. بس انا في حاجة مش فاهمها. هي ازاي اسمة هنم ساكتة عليكي بعد ما عرفت كل حاجة؟ وايه حنية القلب اللي نزلت عليها فجأة دي خليتها تعمل عشانك كل ده؟ هو مفيش حاجة ببلاش. مش فاهم. لا تفهم. هيجي يوم وهفهمك. قوم بقى دلوقتي عشان عايزة انام. أنا آسف. الحالات اللي مع لوسي تطلع اوضه عنايتها والاصناف اللي في الورقه دي بكره تكون جاهزه ومطبوخه الساعه 12 الظهر بالظبط. حاضر. اديتي المنير الاكل اللي احسان بيه عايزه لبكره؟ ايوه تقوم تلبسها من زيهولو حالا. يلا. يبقى هات لي كوبايه شاي على مدى ابو ردي. حضرتك انا شايل حاجات بأطلب من عنده. على فكره انا ما برتاحش للواد السواق الجديد بتاع مراد بيضا خالص. وانا ما برتاحش لاي حد من طرف مراد بيضا اساسا. هو يجيب سواق ليه اصلا يعني من كتر ما بيتحرك بالعربيه قوي؟ وارجع له ان احنا عايزين نعمل توفير للنفقات عشان لو كنا ما تجيبش فلوس. وانا كان في ايدي بس ايه اعمله وما عملتهوش يا مراد بيه. طول الفترة اللي كانت قاعدها في المستشفى دي ومعرفتش تنفذ؟ طب انفذ ازاي بس؟ اذا كانت الزيارة ما كانتش بتنقطع. مرة الواد اللي اسمه امين ده ومرة البنت اللي اسمها فاطمة. ده غير الهانم الكبيرة بقى. هي لولاها ما كانتش لحقتها في الاول وديتها على المستشفى كان زمانها قابلت وجه كريم زي زميلتها. زميلتها اللي انت فهمتني انك خلصت عليها فجأة لقيناها هنا في الاوتيل مش كده؟ هي اللي بسبعة ارواحها بيه. البت دي عليا النعمه قطعت النفس في ايدي. بس كتر خير وحسام بيه قام بالواجب. ما تاخذنيش يعني يا بيه علشان ابقى على بينه يعني. هو احسان بيه معانا. انا مش قصد حاجه يعني لمؤاخذه. بس يعني عايز اعرف ايه الصح. انا بستلقط الحواديت من الموظفين ومن الخدامين. وعايز اعرف الصح عشان شغلي يبقى سليم. شغلك انك تعمل اللي بقوله لك وتعمله صح. تسمع الموظفين بيقولوا ايه وترجع تحكي لي. تمام. انت دلوقتي سواق جديد. طب تحب حضرتك بعد ما الموظفين يناموا ادخل على البيت واخلص؟ لا ما احبش. وما تشغلش دماغك. لو كنت عايز كده كنت امرتك بيه. حاضر. تسمع الهوانم في العربيه بيقولوا ايه وترجع تحكوه لي حرف حرف. وعينك ما تنزلش من على النزل هاني. بس لو عرفت انها شمت خبر انك بتراقبها اقطع عيشك من هنا. واقطع خبرك من الدنيا كلها. حاضر حضرتك. اليوم بقى بيعدي كأنه سنة رايح الصديق. وبيني وبينك برضو حكاية ان انا مش راضي اقابلها لوحدها واتكلم معاها ده مزودة مراره. وكل ما اجي الاقي نفسي في الشغل الاقي اللوكاندا فاضية لا فيها شغل ولا مشغلة. يبقى دور على حاجة تانية تلهي نفسك بيها ويا ريت تلهي قلبك معاك انت كمان. ده انا هعمل معاه ايه ده؟ وهو السبب في اللي انا فيه. اقول لك خليه يحس باللي بيحبه. اه ده بيبقى احساس لطيف قوي انك تحس بان في حد بيحبك مع انك ما بتحبوش. جرب. جبت لكم دول تسقوا بيهم الشاي لسه طالعين من الفرن منار. استني يا فاطمه.
بعد اذنك انا رئيس الدين، بما ان يعني الدنيا ما فيهاش شغل وكده، ممكن تبقى تديني ساعه زياده غير ساعه الراحه؟ ممكن. روح انت كمان اطلبي من ست سكينه ساعه زياده اذا كنت عايزين اعلمك القرايه والكتاب. النعمة صحيح؟ النعمة صحيح. خلاص هروح اقولها دلوقتي حالا، اقولها دلوقتي واعتبري الكراسه والقلم علي. النعمة صحيح. والله العظيم خطوة حضرتك عزيزة عليا قوي. أنا آسفة يعني مش قادرة أقوم، أصلي تعبانة شوية، والصراحة أصل أنا اتلخبطت، أصل إحنا متعودين النازلي هانم اللي تنزل لنا، إنما حضرتك لأ. أنا هبقى أم زي ما أنت عارفة يا ورد، وأنت أكيد فاهمة يعني إيه أم كويس، ولا إيه؟ لو احتجتي نصيحتي في أي حاجة اسأليني، ما تكسفيش. عاملة إيه دلوقتي؟ أحسن؟ الحمد لله. أنا كنت فين وبقيت فين، وكل ده من خير اسمة تهانم عليا. طب كويس. والبيبي حاسة بيه بيتحرك من ساعة ما جيتي؟ لا أنا ما كنتش حاسة بيه بيتحرك من قبل كده أصلا، متهيألي لسه شوية. هو بيتحرك عند حضرتك؟ على خفيف كده. أمال بتحسي بإيه؟ لا مش فاهمة. قصدي يعني طمنتي إن كل حاجة كويسة إزاي؟ لا ده أنا رقت خالص، أنا كنت فين وبقيت فين الحمد لله. طب كويس. أمال بتحسي بإيه في الأوقات العادية؟ أصل أنا ما بنامش طول الليل وبفضل أرجع. أصل أنا حيلي بيبقى مهدود طول النهار من الشغل وكده، فأول ما بحط دماغي على المخدة بنام على طول. وبعدين الدكتور قال لي يعني إن الاستفراغ وكده ده بيبقى في الشهور الأولانية أو لحد الرابع، وأنا داخلة على السادس أهو. وحضرتك في أنه شهر بقى؟ السادس. السادس يعني حضرتك أكيد بقى بتحسي بالدوخة كده أو بيجيلك هبوط على طول مش كده؟ أصل اسمة هنم الله يبارك لها خلتني أسأل الدكتور على كل حاجة، فقال لي إن الحاجات دي يعني طبيعية في الأول واسمه ضغط قليل، فأكل حاجات حادقة كتير وأرفع رجلي وأنا نايمة على السرير. ضغط واطي. اسمه ضغط واطي يا ورد. طب يبقى لازم بقى ما تنسيش نفسك في الأكل، تاكلي وترتاحي وتنامي كويس. فاطمة بقى الله يجازيها مطرح ما هي قاعدة، يعني بحاول أنام منها بس هي بتشخر طول الوقت، ما هي جديدة في السكن معايا. دي بنت جديدة؟ لا هي في السكن جديدة، يعني مطرح ضوحة الله يرحمها. طب هسيبك أنا عشان ترتاحي. محتاجة حاجة؟ ما نستغنيش. ورد لو عاوزتي حاجة اطلعي. تشكري. كتبت لست أصحابك اللي عايزة تعزموها على الفرح؟ أنا رأيي إن إحنا والنازل لازم نبعت الدعوات علشان على ما توصل أصحابنا اللي في أوروبا يلحقوا يعملوا ترتيباتهم لو هيجوا. إيه رأيك؟ مش حاسس إن إحنا نستنى شوية يا مراد؟ المكان متوتر قوي دلوقتي. حسين واللي حصل له، حادثة الضحى، ورد اللي كانت هتروح مننا من كام يوم. وردة يا نظري بتتكلمي عنها دي واحدة من الخدامين يا حبيبتي. وبعدين عرفت إن هي بقت كويسة بعد اللي مامتك عملته معاها. ورد رجعت. حسين لسه ما رجعش. أنا مش عارف لحد إمتى حياتنا تفضل واقفة على ناس تانية. ناس تانية إيه يا مراد؟ لو ورد مش مننا ولو إن أنت عارف إن أنا ما بحبش طريقة التفكير دي. حسين جوز أختي الوحيدة. يعني على الأقل لو مش احتراماً لإحسان احتراماً لأمالة اللي مش عارفة تنام من يوم ما ده حصل. معقولة يعني هي تبقى قاعدة بتفكر في مصير جوزها وإحنا قاعدين بنرتب لفرحنا؟ بالذات عشان اللي حصل لإحسان ده حصل بسبب سرقة البروش بتاع ماما. يعني بسببنا. Thank you.
حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم إحسان سليم بركات من التهمة المنسوبة إليه وإخلاء سبيله من سرايا النيابة ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى. اهدى واتكلم كويس، انا مش واحد صاحبك. دم اختك هي اللي هدرته بعد ما اقتحمت المكان خلصه وسرقت وولعت في المكان. يعني اختك الله يرحمها متهمه بثلاث تهم، اقتحام وسرقه واتلاف، ده غير طبعا ان بصماتها موجوده على البروش وعلى ازازه الجاز. ايوه في ايه؟ فتتقتل واللي قتلها ما يتمسكش. القتل ما كانش مع سبق الاصرار، يعني ما كانش فيه نيه للقتل. يعني احسان بركات كان بيدافع عن ممتلكاته الخاصه، اختك جت تضربه فراح ضربها بالازازه، يعني كان في حاله دفاع عن النفس. انت اللي بتقول الكلام ده حضرت الصف؟ انت اللي دلوقتي بعد كل اللي عرفته بتقول ما كانش فيه نيه؟ كل اللي فات ده حاجه، وان هي تقتحم المكان وتسرقه وتولع فيه ده حاجه تانيه. هي كده قفلت القضية. عرفت بقى دلوقتي انا ما جيتلكش ليه من الاول؟ عشان كنت عارف ان هو ده اللي هيحصل. يا راي يا علي، اختك ما ادتش فرصة لأي حد ان هو يجيب لها حقها. يعني اختك ما لهاش حق حتى عند احسان. ولو جبت سيرة حق اختك تاني هيبقى ليا تصرف تاني معاك. عارف يعني ايه؟ يعني همشيك من اسوان وارجعكوا بلدكوا. انت ايه اللي معادك بعد ده كله اصلا؟ قاعد عشان اكل عيشي، ولا انت عايز تقطع لي اكل عيشي؟ تمام يا علي، يبقى تمديلي على محضر بعدم التعرض لاحسان بركات، والا هجيبه هو يقدم الطلب ده، وساعتها هيعرفوا حقيقتك وهيمشوك. امضي يا علي. اتفضل. قمتي من حضني ليه؟ انت لسه هتكمل نوم؟ انت نايم من ساعة ما جيت، وبعدين دلوقتي ميعاد العشاء. انا مش قادر انزل ولا عايز اكل، انا جعان نوم، عايز اخدكم في حضني وانام. طب على الاقل عشان مامتك ما تقولش ان انا واخداك منها. ماما شافت قد ايه انا تعبان، حاولت اقنعها تسبقني هي على الفيوم ابقى احصلها، لكن اصرت تستناني ونمشي سوا. وانا فعلا اول ما فوق من الكابوس اللي كنت فيه ده هروح بنفسي لبابا عشان اطمنه عليا، بحاول اقنعه ويجي معايا هنا يسترد صحته وهو شايفني قدامه ومطمن عليا، ويحضر ولاده اول حفيد له. انا بقيت عارف يعني ايه اب خلاص يا امال، حتى من قبل ما ابقى اب، وعارف قلق بابا عليا ممكن يكون عامل فيه ايه، لان انا كنت هتجنن عليكم لمجرد انكم كنتوا بعاد عني. لكن انا دلوقتي تعبان ومحتاج استريح. تأكدي إن ماما مقدرة ده، وأنا واثق إنك لما تبقي أم هتعملي زيها وأكتر منها عشان خاطر ابننا ولا بنتنا. عارفة أمال، أنا مش فارقة معايا خالص ابننا يجي ولد ولا بنت، حقيقي نفسي يبقى ولد عشان أفرح أهلي، بس من جوايا نفسي تبقى بنت عشان تبقى شبهك
بحس ان انا معاكي من اول ما اتولدتي. انا عمري ما هنسى جميلك ده يا حسين. اياك تقولي كده، انتي ام بنتي وانا لا يمكن اشوفكم بتبهدلوا ابدا. انت خلاص خليتها بنت؟ خليها بنت المره دي ونسميها امال، والمره الجايه نجيب الولد. وانت مش هنا تعبت اكتر من المره والدكتور جه وقال ان اي مجهود خطر عليا وعلى البيت انا هخليهم يجيبوا لنا العشاء هنا طالما انت مش عايز تنزل. خلاص خلينا ننزل نتعشى تحت زي ما تحب. مفيش اي داعي للاستعجال يا عنايات، ما كنتي تقعدي لك كمان يومين ولا ساعه واحده يا حبيبتي. خلاص الحمد لله اطمنت على ابني، اسافر بقى اطمن على جوزي. ايه امك عايزاها تقعد طول عمرها كده تبين حاجه غير اللي جواها؟ لا قيمه. عارفه امال كانت عايزه تنزل معاكي تطمن على الباشا، بس الدكتور مناحه قال لها السفر بيبقى صعب على الحمل. شوفي شوفي كده. خلاص يا على اسمكم تفضلي. يا قصة فردون لازم امشي. حصلني على عينيك. عايزك توصلني، عايزه اشيل شويه حاجات. تحت امرك يا هاني. من فضلك عايزك تطلع لابني حسام بيه تقول له يستناني بعد ساعه عشان نلحق القطر. تحت امرك يا هاني. بسرعه. ها يلا مستني ايه؟ حاضر. الهانم عايزاني اوصلها للبلد. روح ترجع لي بسرعه. عمرك. امال نازله فين يا هانم؟ كانت هنا من شويه. عن اذنكم. طمني عليك. من ناحيه ايه؟ رجوع احسان وبراءته. مش القاضي حكم؟ يبقى خلاص. مش القاضي بس اللي حكم، الناس كمان حكمت. شايفين ان انا لازم استعوض ربنا في دم اختي، لان هي كمان مذنبه، لانها طمعت في حاجه مش بتاعتها. انا مش عارفه اقول لك ايه. انا مقدره اللي انت حاسس بيه وحاسه بيك. تعالي نمشي من هنا يا نصلي. أنا لما رجعت كنت فاكر إن أنا رجوعي ده هيخليني أساعدهم في إنهم يقبضوا على اللي عمل كده. بس واضح إن أنا كنت متفائل زيادة عن اللزوم. أنا حتى لغاية دلوقتي مش مصدق إن إحسان هو اللي عمل كده. تاني يا علي؟ خلاص ولا تاني ولا تالت. بس أنت لازم تبقي عارفة إن إحنا مش هنقدر نعيش هنا مع بعض. أنا وجودي هنا طول الوقت هيخليني أفتكر اللي حصل. وانتي مش تقدري تبقي معايا. يا دوبك هتشوفيني الخمس دقايق اللي بنسرقهم زي الحراميه دول وبس. فببساطه عشان انت تعرف تعيش انا لازم اهرب معاك تاني. وانت متصور ان بكل بساطه انا هعمل ده تاني. اكني فقدت الذاكره. وما ندمتش وما خفتش. يوم ما انا سبت كل حاجه ورحت معاك انت، وانت اللي سبتني عشان ترجع هنا للانتقام والطار. انت ليه بتتكلمي كأن الموضوع صعب عليكي وسهل عليا؟ انا بقولك نبدا مع بعض من جديد كأننا اتولدنا لما عرفنا بعض. بقولك ان انا هنسى اللي حصل لاختي وهنسى طارها ودمها. بقولك ان انا هصحى من النوم كل يوم ابص لنفسي في المرايه وانا عارف ان انا ما عرفتش اخد حقها. انت فاكره ان ده كله سهل عليا؟ شفت ان ولا انا ولا انت عندنا الجراءه ان احنا نعمل اللي انت بتقوله ده؟ كنا لازم نبقى ملائكه واحنا مش ملائكه يا علي. والحل يا نصر. ملهاش حل. لا انا ولا انت ولا اي
حد في الدنيا هيقدر فجأة يبتدي حياته من جديد ويفصل نفسه عن الناس اللي هو مربوط بيهم ومربوطين بيه. يعني مفيش حل؟ لا يا علي ملهاش حل. ادخل. مشغول؟ لا خالص يا حبيبي تعالي. انا كنت بفكر اخدك ونروح نتغدى بره. فكره حلوه قوي. حتى واحنا قاعدين بنتغدى ممكن نفكر سوا في اسامي الناس اللي عايزين نبعت لهم دعوات الفرح. يلا يلا. لمده اسبوعين. مش عايزه اسمع كلمه انا تعبان، كلمه راحه، كلمه اجازه، كلمه مش قادر، كلمه مش شغلي. بعد اسبوعين بالظبط هتتعمل عندنا هنا في الاوتيل اكبر حفله ممكن تكون اتعملت. احنا جالينا نزله كتير مش من مصر بس، جالينا بهوات وبشوات وهوانم، يعني جايلنا عليه القوم. عشان بعد اسبوعين فرح نزل هانم على مراد بيه. عايز الاوتيل بيبرق زي الالماس، حتى الاوض المقفوله تتفتح وتتلمع تبقى بتبرق كأن عمر ما في نزيل نزل فيها. مفهوم؟ طب ما تيجي معانا يا دادا. والله نفسي بس عندي هنا مليون حاجة أعملها لك على ما ترجعي. أقف مع العمال على تشطيب الجناح بتاعك وأحط المنيو بتاع العشاء ليلتها. يا نهار أبيض، وتحضير الحفلة وتحضير الفرح. هو ده أي فرح؟ ده فرح ست البنات. ايه كمية الشنط والهدوم اللي انت واخداها معاك يا نزل؟ احنا رايحين نشتري هدوم، ما تلبس من الجديد. انا يعني كان رأيي استهنم خلي الهدوم الجديدة كده بشوكها تبقى تلبسها يعني لعريسها. وخدي معاكي صورة بابا يا سكينة، عايزة احس ان هو معانا. الله يرحمه. عارفة يا نزل كان بيحلم باليوم ده عشان يبقى معاكي فيه يا حبيبتي. انا مش فاهمة، انتوا بتتصرفوا كأننا يعني مهاجرين. ايه هتاخدي صورة ابوكي واحنا بنلف على المحلات نشتري هدوم؟ معقولة؟ وانتي يا سكينة ما عندكيش حاجة تانية تعمليها؟ انزلي انا هوضب الشنط مع نصر. طبعا طبعا. ده انا نسيت خالص، انا عندي 100 حاجة اعملها تحت. الهانم عندها حق. انا اسفة. ليه كده يا مامي؟ طب وهي عملت ايه هي؟ نازلي بطلي دلع، ورانا حاجات كتيرة جدا لازم نخلصها قبل الفرح. ايه العصبية اللي انت فيها دي؟ انا وافقت ان انا اقدم ميعاد الفرح من كتر الضغط اللي انتوا كنتوا حاطينه عليا، عشان كلكم قعدتوا تقولوا بلاش تأجيل، اديني قدمت، ممكن بقى نهدى على بعض شوية. عندك حق، عندك حق. ازاي وامتى؟ اول مره احس ان انا خايفه وعاجزه. حتى ابنك اللي عشت طول عمري عشانه، عشان اراعيه واخلي بالي منه واكبره وافرح بيه، شايفاه هو بيضيع قدام عيني ومش عارفه اعمل له حاجه. شايفاه هو بيتحول لمداس في رجل السافله دي، مش قادرة أعمل له حاجة. زمان وجودك جنبي كان بيصبرني على حاجات كتير. بس دلوقتي أنا لوحدي.
وحدي وخايفة يا أدهم. فاكر زمان انت وعدتني بإيه؟ عمرك ما حس بأني اتبهدل. بس سبتنا مراد، ما تخليش اهتمامك بتجهيزات الفرح ينسيك مهام شغلك في الإدارة. ما وعدتش حضرتك يا فندم. ممكن ما تتأخريش عليا؟ احنا لسه عندنا شهر عسل كامل في اوروبا وتقدري تشتري كل اللي انت عاوزاه. فيعني اشتري لوزم الفرح ورجعي على طول عشان توحشيني. هحاول اخلص كل اللي ورايا وارجع بالفرح. ده كرم اخلاق مني كان ما استاهلوش. خلي بالك من نفسك. توصلوا المحطه وتتاكد ان هم ركبوا القطر ورجعي فورا.